هذه الأغلبية استطاعت تجاوز أو التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي. أصبحت عندنا مؤسسة تعمل بشكل اعتيادي وبشكل منظم. لا شك أن هذه الطريقة العمل تطرح إما أن نستوعب جميعا أن ما حققته بلادنا هو تراكمات ساهمت فيها مختلف الحكومات السابقة، إما أن نستوعب جميعا أنه لا بد لنا أن نشتغل مع بعضنا البعض دفاعا عن هذا الوطن. وكل نرجسية وكل طريقة في العمل أحادية لا يمكن إلا أن تسيء لوطننا. ولذلك نحن نعتقد أن حكومة الرئيس سعد الدين العثماني استطاعت أن تتجاوز إيجابيا مخلفات الماضي، لأنه رأى الجميع يعرف أعرف أننا كنا في وضعية بلوكاج، والجميع يعرف أن البلاد لشهور بسبب هذه الأنانية التي تحدثت وعدم الانفتاح على الآخر وعدم قبول الآخر أدت إلى ما أدت إليه.